يوم أول اجتماع لها واتخذت سلسلة من القرارات لعل أهمها على الإطلاق هو إصدار عفو تشريعي عام، وهذه الكلمة تعني العفو على كل المساجين السياسيين السابقين الذين حوكموا من أجل أفكارهم واستعادة حقوقهم المدنية والسياسية. كما قرر اجتماع مجلس الوزراء اليوم رفع الحظر عن كل الأحزاب السياسية، بمعنى فتح المجال واسعا لنشأة أحزاب سياسية في تونس بعد سنوات لم تظهر فيها أحزاب، وإنما استبقيت أحزاب محددة في إطار لعبة سياسية محدودة الإطار. وكذلك قرر الاجتماع فصل الحزب عن الدولة، وهو مطلب قديم للمعارضة التونسية يمتد لعشرات السنوات، وأيضا قرر العودة للدراسة الأسبوع المقبل. وقد توافق هذا الاجتماع مع حراك سياسي ما زال الشارع التونسي يشهده على جميع المستويات وفي كل مدن الجمهورية. النزول إلى الشارع صار خبزهم اليومي، وإقناعهم بات غاية لا تدرك هذه الأيام. فالتونسيون الذين ما زالوا يعيشون لحظات مشحونة بالعواطف والأحاسيس يصرون على ألا تختطف انتفاضتهم واستكمال مشوار القطيعة التامة مع عهد زين العابدين بن علي الذي جثم على صدورهم 23 عاما ونيف. التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم البلاد بعناوين مختلفة منذ فجر الاستقلال يبدو الآن في الواجهة، إنه يترنح. مقره المركزي الذي يستلهم هيبة وزارة الداخلية حتى وقت قريب ما عاد يرهب الناس. وبينما كان عقد الحزب ينفرط تباعا من خلال استقالات متلاحقة لكبار رموزه، جاء القرار بحل الحلقة الأقوى فيه ديوانه السياسي ولجنته المركزية بعد أن سيطر الناس في الجهات على شعبه وهياكله المحلية. الحكومة أيضا كانت عنوانا للغضب الشعبي، ورغم عثراتها المبكرة عقدت اجتماعها الأول الذي انفض بحزمة قرارات أهمها تنكيس الرايات 3 أيام حدادا على أرواح الشهداء والتعويض لذويهم وكافة ضحايا الأحداث، خطوة رمزية اقترنت بأخريات جوهرية، إذ تم إقرار قانون العفو التشريعي العام والاعتراف بجميع الأحزاب السياسية ومنحها الترخيص للعمل القانوني. كما قررت الحكومة استعادة الممتلكات العامة من حزب التجمع الدستوري وتفريغ مؤسسات الدولة من كوادر الحزب المعارة لها، وجاء سحب الأمن الجامعي من الكليات والمعاهد العليا لاحترام حرمة الفضاء الجامعي. وبينما تتسارع الأحداث والقرارات الأبرز